بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير، ونتمنى السلامة للجميع. سنكمل في تلوث البيئة. تكلمنا بشكل مفصل عن تلوث الهواء، الماء والهواء، والآن نتكلم عن إدارة النفايات أو التلوث اللي بيتم عن طريق النفايات. يجب أن يتم بإدارة النفايات، أي أن التخلص من النفايات يجب أن يكون عن طريق إدارة للنفايات، وليس فقط أنه يعني تخلص من النفايات بشكل أو بآخر. إيش معنى النفايات؟ النفايات هي المواد التي لا يحتاج إليها أصحابها ويرغبون في التخلص منها، حتى لو كانت كويسة أو كانت ممتازة، لكن إذا كان هذا أصحابها لا يحتاجون إليها ويرغبون في التخلص منها فتعتبر نفايات. إذا في عندي أيضا أنواع نفايات، أنواع كثير للنفايات. في عندي النفايات وهي بركز عليها بشكل كبير، النفايات المنزلية وهي كافة المخلفات اللي بتخرج من المساكن، من المطاعم، من الفنادق، هذه كلها تعتبر يعني نفايات منزلية، وحتى من الخيام تعتبر نفايات منزلية. وهي عبارة عن إيش؟ بتحتوي على كل بقايا الأطعمة والأوراق والمنسوجات، وأيضا بعض الأثاث والأجهزة والمعدات المنزلية، كراتين، أبوات فارغة، كلها تعتبر من النفايات، وهي التي يريد الناس التخلص منها. هنشوف المخطط هذا زي ما تشوفين هنا، أن المخطط هذا يحتوي النفايات، وهذا كانت موجود في مدينة غزة. شايفين مدينة غزة هنا، يعني قد تكون مدينة غزة فيها نفايات عضوية تحتوي على 64% من النفايات عضوية، معناتها أي نفايات عضوية. البلاستيك 11%، الورق 12%، زجاج 2%، معادن 4%، غير ذلك 7%. زي ما تشوف مخطط مهم، هذا مخطط هنشوف انه المواد العضوية في يعني الاكثر حاجة في مدينة غزة من نفايات، عبارة عن مواد عضوية. ليش بنقول مهم جدا مكونات النفايات هذه؟ عشان ممكن نستفيد منها بعد هيك. فبنشوف احنا ما هي أكثر يعني نفايات ممكن نستفيد منها ونعملها تدوير أو غيره، وحنتكلم عن تدوير بشكل كبير بشكل مفصل. لكن بنشوف إنه يعني النفايات زادت عن زمان. ليش زادت النفايات عن زمان؟ أول حاجة أكيد ازدياد عدد السكان أكيد، وأيضا ارتفاع مستوى المعيشة. كل ما كان مستوى المعيشة أكبر، كل ما كان النفايات أكبر. وتشوفوا أنتوا الناس الأغنياء أكيد نفاياتهم أكبر من نفايا الناس الفقراء. أيضا التقدم الصناعي والزراعي، كل يوم في جوال جديد، كل يوم في عنا أثاث جديد، كل يوم كذا. طبعا أي تقدم صناعي وزراعي أيضا بتبعه زيادة في عدد كمية النفايات. أيضا الناس صار عندها زيادة سلوك الأفراد الاستهلاكي لأنه بسبب زيادة دخل الفرد. أيضا في عنا نقص وعي بيئي للأسف لدى الأفراد، وأيضا لا يوجد تشريعات كاملة لحماية البيئة وفي مجال يعني لحماية البيئة. إذا هذه النفايات بشكل هائل تستنزف. احنا وين ايش بنسكين؟ بنخلص من النفايات، بنوديها على الارض. اول مره بنطم، بنحط، نجيب من ارض ثانيه بنحط فيها بنطم. طبعا هذا بيكون استنزاف لعناصر البيئه، ارض وميه وهواء، واستنزاف للاسف. عشان نتكلمنا عن انه يجب ان تكون النفايات ليس تخلص من النفايات، ولكن يجب ان تكون عمليه اداره الى النفايات. انواع النفايات، طبعا تكلمنا انه ممكن تكون صلبه زي دقائق الغاز تكلمنا عنها في الهواء وفضلات الكائنات الحيه وبقاياها، سائله، كل النفايات الهواء اللي تكلمنا عنها سائله تعتبر من، لكن اغلب النفايات تكلم عنها احنا دائما النفايات السائله والنفايات الصلبه، وهي اللي بركز عليها، وحنشوف كيف نركز على النفايات السائله وبركز على النفايات الصلبه. النفايات الصلبه قد تكون نفايات المنازل، الاسواق، نفايات نقل، طبيه، صناعيه او نوويه. طبعا في عندي هنا مخاطر صحيه وبيئيه يمكن ان تنتج. في عندي مخاطر مباشره وغير مباشره. المباشره اللي ناتجه عن الاحتكاك المباشر مع النفايات، وخاصه للعاملين او غيره. النفايات الغير مباشره اللي هي العلاقه بالصحه على البيئه العامه. المباشره للاصابات والحوادث، بعض الامراض زي التهاب الكبد وفقد المناعه
اللي هو الناتج عن الجروح او وخز الابر او امراض الجهاز التنفسي او امراض تنتقل عن طريق الانسان زي بعض الامراض اللي بتنتقل من الحيوان للانسان زي الكيزماي او غيره بسبب القاء الفضلات تبع. لكن هذه كلها فضلات مخاطر صحيه مباشره، لكن لانه الناس معدودين بيكون عندهم يعني تماس مباشر مع النفايات، عشان كذي ليست خطيره بقدر النفايات المصادر المخاطر الرئيسيه غير مباشره. وهي بهمني هنا المخاطر الرئيسيه الغير مباشره، هنا اي لو عندي مكب نفايات ايش ممكن المخاطر تجيني من كب نفايات؟ اكيد في عندي حشرات وخوارط ونقل الامراض، انتشار روائح كريهه ناتجه عن تخمر تعفن، انتشار حيوانات الضاله زي القطط، تلوث التربه، اكيد في تلوث التربه والمياه الجوفيه، لانه هنا انا في عندي ترشح من هذه النفايات، بتفاعل النفايات مع بعض، نفايات تفاعل النفايات وبترشح بعض المياه بسميها العصاره اللي او المواد الكيميائيه الراشحه اللي ممكن تخرب لي التربه. ايضا احنا نلجا الى حرق هذه النفايات اذا بتلوث الهواء نتيجه احتراق النفايات. ايضا بشكل عام انه هذا نفسه يعني كوم النفايات منظر اكيد منظر يعني مؤذي، ويعني بيكون هو ويعتبر مكره صحيه بتعافى النفس. اذا ما هو طرق جمع النفايات؟ هناك طريقتان لجمع النفايات صلبه، في طريقه مشتركه وطريقه منفصله. الطريقه المشتركه بان بحط كل انواع النفايات مع بعض طبعا، والطريقه المنفصله ان بحط كل نوع من النفايات لحده زي ما بنقول في اوروبا، بانه والله انا بحط في الحاويات، في حاويه للقزاز، في حاويه للبلاستيك، في حاويه للورق، في حاويه النفايات العضويه. فطبعا اكيد النفايات المنفصله احسن من الطريقه المنفصله، احسن من الطريقه المشتركه. ليش؟ لان ممكن عن طريق الطريقه المنفصله انا استفيد من كل هذه الانواع من النفايات. المانيا الان ليس عندها اي نفايات لانها بتستطيع ان تستفيد من النفايات، بالعكس المانيا الان تستورد النفايات من دول اخرى لان هي لا يوجد عندها اي مكبات، هي بتستطيع ان يعني ان تستفيد من كل انواع النفايات. لا يوجد عندها نفايات يعني صفر نفايات. اذا نتكلم عن، ليس نتكلمش عن إدارة تخلص من النفايات، نتكلم عن إدارة النفايات. إذا يجب أن يكون هناك إدارة نفايات. في القديم أو في بعض الدول يعني التي ما فيش عندها إدارة نفايات، إيش بتسوي؟ في عندي طريقة سلبية وعشوائية للتخلص من النفايات زي الحرق في مرامي مكشوفة، ده من حق عادي حرق في هذا، أو رمي في مسطحات المائية. طبعا رمي المسطحات المائية هذا لا ممنوع أبدا، ممنوع يعني حتى لو أقول 100 كيلو 200 كيلو، لأنه في النهاية حيخرب لي، حيكون ضار على الكائنات الحية الموجودة في المياه، وأيضا حيكون عندي يعني هذه أيضا لما تطلع إلى شاطئ البحر، وأحيانا في قصص كثيرة أنا طلعت شاطئ البحر ومثلت خطوة على المصطافين وعلى الناس اللي موجودين على شط البحر، أو أحيانا إحنا للأسف بدفنوها في مكبات غير مجهزة زي ما بصير بشكل عام. هذه الطرق أساءت، كانت خطيرة على الإنسان والبيئة ولوثت الهواء والماء والتربة، وخصوصا مع تنوع النفايات ومع زيادة خطورة هذه النفايات. إذا أصبح عندي هناك لا يوجد أن يكون عندي إدارة حديثة متكاملة لإدارة النفايات. هذا إيش فائدتها؟ هذه الإدارة أنا لازم أعمل إدارة للنفايات، إن أنا بحافظ على الموارد الطبيعية، مش كل إشي برميها، بحاول أعملها أستفيد منها، استرداد الموارد، وأيضا حماية البيئة والحد من التلوث. زي ما أنتم شايفين، وحنشوف كمان شوي يعني أيضا كيف حماية البيئة والتلوث، بعمل عملية تخفيض وكمية سمية النفايات، إعادة استخدام النفايات، تدوين النفايات، معالجة النفايات، هذا كله حتكلم عنه بالتفصيل الآن الجاي. معالجة النفايات عن طريق التحويل الحراري والتحويل الحراري حنتكلم عنه بالتفصيل الآن. زي ما أنتم شايفين هنا في هذا المخطط، هذه هي إدارة النفايات. هذه هي إيش؟ إدارة النفايات. إيش يعني إدارة النفايات؟ عشان عدة طرق لإدارة النفايات. أول ما بكون عندي في نفايات بحاول أنا أقلل من استخدام هذه النفايات،
بين أقل الاستخدام بشكل عام، ما قدرتش أقل الاستخدام بعيد استخدام النفايات، ما قدرتش أعيد استخدامها بعمل عمل التدوير كل حاجة شهر كلام هذا، أو بعمل استخلاص الطاقة ما قدرتش، أخيرا بعمل معالجة والتخلص في بطريقة صحيحة وبطريقة صحية. إذا هذه الأشياء، هذه الخمس طرق الأصلية للتقليل، إعادة استخدام، إعادة تدوير، عشان يسموها أحيانا إحنا نسموها عنا 5R، 4R and L، يعني Reduce, Reuse, Recycle, Recovery and End، لأن تفيد يعني إيش؟ التخلص يعني في اللي هو مكبات النفايات يسموها لاند فيل. اذا ريديوس تقليل، ريوز اعاده استعمال، ريسايكل اللي هي تدوير، ريكفري اللي هو استخلاص الطاقه، ولاند فيل اللي هو الرمي في مكبات النفايات. اذا اول طريقه زي ما شفناها لتخفيض او تخفيض كميه وسميه النفايات اللي هو ريديوس او التقليل عن طريق استعمال مواد اخف. يعني اذا لو كانت عندي مادتين تعطي نفس الشيء، اذا احسن اي احسن للبيئه اذا ما استخدم مواد اخف عشان يعني ممكن تذوب في البيئه بشكل اسرع. ايضا استعمال مواد قابله للتحلل، زي في ان البلاستيك الان صار قابل للتحلل احسن من البلاستيك اللي هو المعروف عنا. ايضا تخفيض كميه اللي هو السلع والمنتجات، ايضا انتاج واستعمال سلع تدوم لفتره اطول وسلع يمكن اعاده استخدامها بشكل مباشر زي اطارات واجهزه السيارات وغيره. طبعا هذه يعني كيف يعني القصد انه والله انا لو عندي ثلاجه الاصل اشتري ثلاجه نوعيه كويسه على اساس انها تدوم لفتره طويله، مش اشتري ثلاجه نوعيه رديئه بعد سنتين لازم ارميها. اذا لو انا برميها بعد سنتين، اذا كل ثلاجه برميها بعد سنتين، اذا بعد 10 سنين حتصير عندي خمس ثلاجات، بينما انا لو اشتريت ثلاجه كويسه اذا ممكن تكمل لي 10 سنين، اذا انا بس برمي ثلاجه واحده بدل ما ارمي خمس ثلاجات. اذا انتاج واستعمال سلع تدوم لفتره اطول. اذا خلصنا من التقليل نتكلم عن اعاده الاستخدام. حتى استخدام انه انا والله يعني بحاول استخدم المرض لنفس الغرض، لنفس الشيء، لنفس الغرض مره اخرى، زي يعني دائما نتكلم عن زي بعض اللي صارت عندنا رهنيه، او بعض اللي هو الجزايز الكولا او غيره، انه نفسها خلاص نشرب منها ويرجعها زي ما هي وبرجعوها مره ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه و100، نفس الجنيه او نفس الزجاجه ترجع مره ثانيه، هذا يسموها اعاده استخدام. او انه والله الواقع نفسها انا بطبعها على وجهين، او احيانا التبرع بالملابس بدل ان ارمي الملابس بتبرع فيها سواء الغير مرغوب منها للجمعيه غيره، وكاني بعمل اعاده استخدام بهذه الملابس بدل ما هم يشتروا ملابس جديده، ويعني بدل ما ارميها انا بهذا الشكل. او انه والله يعني استبدال بعض الاشياء زي الكاسات، بدل ما انا على البحر في رحله واخذ معي واجيب معي بكاسات بلاستيك وصحون بلاستيك وغيره، اذا هنا حتصير كميه كبيره من النفايات، لا باخذ معي انا من البلاستيك من الصحون تاعتي الاصليه او من الجزاز الكاسات الجزاز الاصليه، وهيك انا بسويش اي كميه من النفايات. اذا مهم جدا التوعيه بشكل مستمر لتغيير العادات الاستهلاكيه. اذا هذه يحتاج عملية، هذه تحتاج إلى عملية توعية وعملية التخفيض والتقليل من المشتريات أو من المصدر، نفايات المصدر تحتاج إلى أنه دائما توعية بشكل كبير وبشكل كبير، وتغيير السلوك الاجتماعي والمستوى الثقافي. إذا خلصنا عملية، إذا خلصنا تحتين، خلصنا اللي هو التقليل وخلصنا إعادة استخدام، هتكلم عن التدوير أو إعادة تدوير النفايات، وهذا كلام كتير مهم جدا، إني أنا باجي بستخدم نفس الغاض لكن إيش؟
بستخدمه لأشي تاني، بستخدمه لأشي تاني. وكثير تكلمنا عن التدوير، ممكن استدوير الورق الزجاج، واحنا كثير انا الان عندنا صرنا عمليه تدوير للبلاستيك بشكل كبير، بياخذ البلاستيك كل الجنان كل غيره او كل قزاز الكولا بياخذوهم وبيعملوا منهم اشياء ثانيه. او شفتوا انتم كيف الحرب، بعد الحرب وبعد انه صاروا يدوروا صاروا ياخذوا كل الاحجار الموجوده ويعملوا منها حجاره جديده، هذا يسمى تدوير او اعاده تدوير. زي الورق، الزجاج، الألمنيوم، بلاستيك، المعادن، كل إطارات السيارات كلها ممكن أنا أعاد تدويرها واستخدامها لأغراض أخرى. إذا إيش الفائدة؟ الفوائد مهمة جدا للتدوير. أول حاجة بدل ما أنا أروح أرمي هذا في المكان، أنا إذا بستخدمها مرة أخرى، إذا بقلل كمية النفايات المطلوب التخلص منها بشكل عشوائي. أيضا أنا هذا التدوير ممكن أستخدم الإشي مش مرة واحدة، مرة ومرتين وثلاثة، إذا بقلل كمية النفايات المنتجة في المستقبل، وأيضا بقلل استهلاك المواد الخام في تصنيع المنتجات، وأيضا وهذا المهم جدا أنا بقلل في استهلاك الطاقة في عملية التصنيع والإنتاج. ويعني قديش انه مثلا اللي هو قزازة اللي هو او علبة الكولا، انا لما اعيد تصنيعها واصنع منها علبه كولا او اصنع منها حاجه ثانيه، انا بوفر 95% من الطاقه، وايضا بوفر المواد الخام الالمنيوم بتاعتها او البلاستيك وبشكل كبير جدا. وايضا الحد من التلوث، هذه العمليات اللي التخلص من انك تجيب الالمنيوم من الجبل وتصنع منه هذه العبوات، هذا كان يحتاج الى طاقه كبيره، يحتاج جرافات، يحتاج مصنع كبير عشان تنقل، يحتاج شاحنه تنقل من تنقل من الجبل الى المصنع. طبعا هذا كله حد من تلوث البيئه الناتج عن عمليه التنقيب ومن مواد واستخراجها ونقلها وتصنيعها. الحاجة الرابعة دخلنا في عملية اللي هو ريكفري أو اللي هو إعادة استعمال، ريكفري آسف، استعمال الطاقة يعني أو استغلال الطاقة، بأنه أنا والله ممكن التحويل الحراري، ممكن أنا أحرق فعلا، ممكن أحرق النفايات، لكن بشكل صحيح بشكل سليم، وليس في مرات في يعني في مرامي مكشوفة، لا، أنا بحطها وبتحكم بالغازات الخارجة وتحكم فيها وأقلل من الغازات الخارجة بقدر بشكل كبير جدا. إذا الحرق مهم جدا لأنه بيقلل لي يعني من الحجم إلى من 85 إلى 95%، بقلل من الوزن ب 85%. إذا المحارق، في عندنا محارق مهمة جدا وهذه بتعمل على تقليل يعني، وتحكم أنا في الغازات، وهيك بتشكلش خطورة على البيئة والمجتمع. في حاجة اسمها التحويل الحيوي. التحويل الحيوي وهو عبارة عن إنه هذه النفايات العضوية بالذات، النفايات العضوية ممكن تتحلل وتتحول إلى سماد، وهذا يعني تجارب موجودة كثير. إنه التحويل الحيوي هو إنه المواد العضوية، إن جاء النفايات، البواقي، البطاطا، الخبز، كل أشياء هذه البواقي الموجودة في من البيت، الطعام البيت، كلها يعني تتحول وممكن يستفيد منها وتحول إلى سماد. طبعا عشان تحول إلى سماد في عدة خطوات. أول حاجة أنا لازم أقيم وأزيل كل المواد الغير قابلة للتحلل زي الزجاج، البلاستيك، المعادن، كلها المطاط أزيلها منها. وبعدين المواد العضوية الباقية أقطع المكونات إلى قطع صغيرة. بعدين بأضيف الماء وبعض العناصر عشان نسهل في عملية نمو البكتيريا والحشرات المسؤولة عن عملية تحويل المواد العضوية إلى سماد، أو يسموها الكومبوست، يسمى الكومبوست، عملية الكومبوست. إذا وهي ممكن يعني أستفيد أنا من النفايات، بالذات لما كنا في فلسطين يعني حجم النفايات يصل إلى مش 62%، 62% في بلدية غزة، لكن لما أتكلم عن كل فلسطين ممكن يصل إلى 70%. لو أنا استطعت أن أستفيد من هذه النفايات وأحولها إلى سماد، فأنا بستفيد بشكل كبير كتير. وهذا كان في مشروع موجود في رفح، مشروع أيضا موجود في غزة، وفعلا مشاريع ناجحة وتحويل، وهي أنا الآن بالذات أنا محتاج إلى عمليات سماد.
أيضا الدفن، أيضا قد يكون هناك في دفن، لكن دفن بطريقة صحية وبطريقة يعني سليمة بحيث لا تؤثر على البيئة. نعم أنا الآن بدي أنا أدفن، لا يعني مش قادر أنا أستفيد من هذه النفايات، ممكن أدفنها لكن بطريقة صحيحة. وكيف عملية الدفن بطريقة صحيحة؟ بقى أنا بفحر، بجيب مقلع، مقلع إيش منطقة، يعني منطقة مهجورة محفورة. طبعا ليش بقى أختار المقلع؟ مقلع الحجارة أو يعني المناطق اللي كانوا بياخذوا منها زي في الضفة بياخذوا منها اللي هو البلاط او غيره. هذا طبعا ليش، او خام ليش؟ لانه هذا يعني لا استطيع الاستفاده منها، لان هي عباره عن صخريه، مناطق صخريه، وايضا مناطق يعني مهمه لان لا تعمل على تسريب المياه. بعمل يعني مقاله محجوره، في المقاله محجوره ما قدرتش انا، لا بعمل يعني في منطقه غير زراعيه، بفحر جوره كبيره وحفره بشكل كبير، بجهز الحفرة، بعزلها عن المياه الجوفية سواء بطبقة عازلة من يعني الاسمنت او من البلاستيك او من اي نوع، هم عازلها عن اللي هو عازلها عن اللي هو الارض، بحيث تكون هذه معزولة تماما عن المياه، النفايات معزولة تماما عن النفايات، يعني ببطن هذه الحفرة بطبقة عازلة من الإسمنت أو البلاستيك أو أي حاجة من النوع هذا. أيضا فيها عندي شبكة لتصريف المياه أو العصارة، بحيث أن هذه الشبكة تخرج إلى الأعلى وما تعمليش أي خطوة داخلية. أيضا ممكن نعمل عملية ضغط للنفايات قبل ما نحطها، وهيك انا بوفر في حجم النفايات. اذا ايش اهم المزايا الايجابيه للطبق الصحي او الدفن بطريقه صحيحه؟ اكيد طريقه سهله ومعروفه بخلال التكلفه الاقتصاديه، ممكن تاخذ كميات هائله من النفايات خصوصا بعد عمليه ضغطها، لا تحتاج الى تقنيه عاليه، وفي معظم الطرق المستعمله سابقا تحتاج الى طريقه، يعني لو اعمل طريقه الحرق اذا بيبقى عندي رماد، هذا رماد يجب ان اعمل له عمليه دفن بطريقه صحيحه وبطريقه سليمه. هذا بعد ما اخلص عمليه الدفن انا، اذا زي ما انتم شايفين هنا في المخطط، بعد ما عمليه الدفن هنا انا بغطيها بطبقه من الطين، طبقه متر تقريبا من الطين، وانا ممكن انا ازرع على هذا المدفن، ازرع عليه يعني اشجار حرجيه، كل ملاهي، اي حاجه، لكن ما عدا البناء. ويقال بان معظم الاماكن السياحيه الموجوده في تركيا هي عباره عن نفايات، عباره عن اماكن مكبات للنفايات. هذه مكبات نفايات استطاعوا انه يعني يستفيدوا منها ويخلوها يعني يخلوها ما يعني يخلوها يعني اماكن سياحيه، بحيث انه غطوا هذه النفايات بطبقه من الطين تقريبا متر ومتر ونص، او متر متر ومتر ونص، وزرعوها باشجار حرجيه وخساره غابات او ملاهي او غير ذلك. ايضا ممكن نستفيد اذا اعاده زراعه المنطقه بالاشجار الحرجيه، ايضا ممكن نستفيد من غاز الميثان اللي داخله اللي خارجه من هذا الموقع او من هذا المطمر الصحي. وبهيك بكون احنا خلصنا تلوث تلوث او اداره النفايات الصلبه، بقي عندنا اداره النفايات السائله.